دعاء يحميك من المصائب والشرور والبلايا. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع هذه الكلمات أبدا، ويقولها كل صباح وكل مساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إذا عافاك الله في دينك صرف عنك كل أمر يبعدك عن الله سبحانه وتعالى ويضرك في دينك، وإذا عافاك في دنياك صرف عنك كل ما يضرك في دنياك. تقول هذا الدعاء مرة واحدة في الصباح ومرة واحدة في المساء.